كنتو الامهات ديالنا، الميمات الشباب يعني كتفرجوا فيا الفئه ديال العيالات وكذلك فئه الرجال. مرحبا بالجميع، مرحبا باي واحد كيشوف القناه ديالي واللي كيشوفني اول مره في القناه. نتمنى تشتركوا عندي، تخليوا لي بزاف ديال اللايك وتعاونوني بالبارطاج مع الاحباب والاصدقاء، باش ان شاء الله هذه القناه ديال حفيظه شاني اللي هي قناتكم تكبر. ولا كبرت راه كبرت بالدعم ديالكم وبحبكم والتشجيعات ديالكم وبلي كومونتير اللي كتخليو ليا، فانا كنفرح ملي كنشوف اي كومونتير وكنقرا. كنبين نقول لكم شكرا بزاف. واليوم جيتكم فيديو جديد نشارك معكم الكيكات ديال الفلون اللي غادي نصاوب اليوم، الفلون ديال الفريز، وانتم تقدروا ديروا فلون ديال الشوكولاته او اي فلون. وكذلك نخليكم مع المقادير ونخليكم مع طريقه تحضير ديال الكيكه ونخليكم معايا حتى الاخر الفيديو. ونبغي نقدم كذلك الشكر الخاص لاختي نزاتي في اليوتيوبرز المعروفه، بغيت نقدم ليها الشكر الخاص لانها حطتني في المنتدى عندها. والله يوفق الجميع، الله يوفق اي واحد دار قناه في اليوتيوب، الله يوفق الجميع وبالتوفيق. وخليكم مع الفيديو حتى الاخير ويلا معايا بنات الامهات ديالنا الشباب، يعني كلشي كتفرجي في القناه ديالي. المهم غنشارك معكم اليوم الكيكه ديال الفلون. المكونات اللي كتكون منها هي جوج باكيات ديال الفلون او جوج ساسيات. انا عندي هنا الفريز اللي يمكن لكم تستعملوا الشوكولات او اي نوع كيعجبكم. هنايا عندي كاس الزيت، كاس سنيده، وكأس الحليب. وفي المرحلة الثانية غادي نحتاج كاس ونصف ديال الدقيق، جوج بيضتان، وخميرة الحلويات. والتزيين غادي نحتاج مربى المشمش وشوكولاتة. مهم نتوما لكم الاختيار في التزيين. انا هادو من المكونات اللي غادي نستعمل، وخليكم مع الفيديو حتى الاخير وفرجة ممتعة. هنا خديت الفلون وكاس زيت كاس سنيده، غادي نطرب الكولا، نقص من واحد الكاس غادي نديرو في الثلاجه اللي غادي نزيد به الكيكه من الفوق. وغادي نضيف دابا الدقيق وبيضتان وخميره الحلويات. غادي نخلط المكونات، غنحصل على هذا الخليط مازال كيكون سائل شويه. وغادي نضيف لي داك نصف الكاس ديال الدقيق اللي بقى ليا. غادي نخلط الكل، وغادي ناخذ المول ديالي اللي غادي ندهنو بالزيت والدقيق باش ما تلصقش لنا الكيكه. وغادي نخوي فيه الكيكه ديالنا اللي هي كتجي لذيذه وكتجي شيشه وكتجي يا سلام بنينه. نتمنى كلشي يجربها. خليكم مع الفيديو حتى الاخير وفرجه ممتعه. هنايا قسمت الكيكه على جوج، غادي ندير ليها مربى المشمش من الوسط. نتوما تقدر ديروا ليها الشوكولاته اللي يعجبكم، الا كنتو درتو ديال فلون الشوكولاته غادي ديروا ليها الشوكولاته. نتوما لكم الاختيار. غادي ندير مربى المشمش وغادي نعاود نرجع ليها النصف الاخر اللي كيكون من الفوق. وغادي يعني ناخذ داك ديجا داك الفلون اللي حيد داك الكاس ديال الفلون اللي حيدت في الاول اللي درت في الثلاجه. غادي نزين به من الفوق، وغادي ندير ليه الشوكولاته ونزينو بداك القريبات ديال الفاني اللي عندي. وبصحتنا وبصحتكم، واللي كتحب تسمح ليا واللي عجبتها تجربها وتخليها لي كومونتير. خليكم مع
وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى ان شاء الله هذه الكيكه اللي درت معكم تعجبكم. طريقه تزيين كتبقى على حسب كل واحد كيفاش كيبغي يزين. المهم المذاق هو المهم، وراها كيكه زوينه ولذيذه وبالفلون اقتصاديه وتعجب الكبير والصغير. نتمنى يعني اللي عجبته ولا اللي جربها وعجبته يخلي لي كومونتير ويبارطاجيها مع احبابه والاصدقاء ومواقع التواصل. ونقول لكم الى اللقاء الى الفيديو اللاحق ان شاء الله، وبسلام عليكم حتى الفيديو اللاحق.